السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم الحلوة بكل خير. رجعنا الماريو ميكر 2، وفي الفيديو هذا راح نكمل الصفحة الثانية من الرناية الطويلة، رغم أني صراحة ما كنت ناوي أني ألعب الرناية الطويلة حاليا، لكن صراحة ما هن علي من بعد ما شفت تعليقاتكم وحماسكم، خصوصا أن حنا في فترة صعبة ربي إن شاء الله يعديها على خير، لكن كوننا في أشخاص جالسة تلقى السعادة في مقاطعي الطويلة خصوصا الفترة هذه، فهالشيء بحد ذاته يخليني راضي. فنقول إن شاء الله أن المراحل اللي راح نصادفها في الصفحة تكون كويسة وممتعة لي ولكم على الأقل، فما راح أطول زيادة، نقول بسم الله ونبتدي. يلا خلونا نكمل، نقول بسم الله. احنا اوريدي خلصنا صفحة واحدة ومرحلة من الصفحة الثانية، فيلا خلونا نكمل نقول بسم الله. ان شاء الله تكون المرحلة لطيفة. عندنا ماريو 3 ومكتوب كأنه مكتوب باوزر جونيور ميني جيم. طيب اوه كويس، فهمت الفكرة، يعني لازم اني اضرب الباوات فتكون في الوقت او في اللحظة الصحيحة. خلونا نفترض لا خليها طلقة واحدة مو طلقتين، ددش بالشكل ذا. اوكي فهذا باو واحد خلصنا منه، يلا 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 ددش الثانية، والله ما يندر خليتها على البركة. يلا يلا شوف كيف جات، يلا الباو. اوه والله ضبطت بطريقة ما، ضبطت يا جماعة الخير. طيب هنا عندنا البلاتفورمات كانت لطيفة وسريعة. نلعب بينج بونج. اوكي خد دي. اوكي جبنا عليه جول كذا بس. لحظة خد دي، والله شكله قوي. يلا حبة حبة، يا انا يا انت لا تتحدى بالسعادة. طيب باقي اخر جول حاليا. لا جاب علي جول، حسبي الله عليه. طيب يلا ممتاز خدي. اوكي هذه الطلقة الخرافية، ممتاز ظاهر ان كذا الامور طيبة، فزنا عليه. جي جي تدرب بينج بونج بسم الله الرحمن الرحيم. حسيت ان الطلقة جات الى جهتنا، فنقدر نقول ان البداية كويسة. عندنا البنزاي هل بيخلينا ننجز بومبومات. طيب لطيف، حاليا الوضع في منتهى اللطف. السبرينج ماني عارف ايش اوكي كماشة، بس ايش بستفيد من الكماشة؟ اتوقع هنا راح استفيد من السبرينج، يعني اذا ما خاب ظني. بس انه السبرينج راح احتاجه بايش؟ خل نرجع او ترجع الكماشة وبعدها. شوفوا كيف يعني بيجيب البومبوم، راح يجيب لي البومبوم. دقيق الله يقلعك يا البومبوم، انا عارف انك راح تجي بس ما توقعت. تعال كذا ولا كذا كان بيرجع يعني. يو ما فيها تشيك بوينت. يلا فالفكرة ان لازم نحارب البومبومات، واضح ان واحد من البومبومات هو اللي عنده المفتاح. فماني عارف وين الكماشة تبعتنا. اوكي واضح ان الاول ما منه فايدة، شكلها راح تطول، فخلوني اشوفكم بعد ما ناخذ المفتاح. اوكي الثاني على طول. تقول لي ان كذا واحد. يا زفت، خلنا نتفق نبغى نعرف وين اوكي عرفت وين الوجهة تبعتي جد انه كان. اوكي نايس، يعني على الاقل. بس ليش لا اوكي المفروض اني ما ارمي يا ابو صالح. يا ابو صالح ليه ما تسأل؟ ما ادري هل المفروض اني انتظر، ما ادري هل المفروض. لا الله ياخذك يا السبرينج. يلا اوكي كويس اني اخذت التشيك بوينت على الاقل.
يعني لو اني خسرت راح اعيد من جهة التشيك بوينت على طول. ما راح اضرب هذه، يعني ممكن المفروض انه لازم نسوي جقل. اوكي واضح انه لازم نسوي جقل شوي يمين وشوي يسار على حسب حركة المدعو ابو صالح. يا الله الوضع نفس الغلط، السبرينج هو اللي نكبني، بس اللي فرق هالمرة اني راح اعيد من التشيك بوينت على طول. مرة ما عجبتني الجزئية ذي، كان المفروض اني اعيد واني اخش من هنا على طول. خلونا نشوف ان شاء الله ما تكون سيئة الجزئيات اللي بعدها. البس الخوذة، اوكي واضحة، سوي جقل. لا يا زفت، يلا خليك سريع. بعد واحدة القنبة، اوكي كويس اني حشرته. طيب يلا راحوا هذول، ان شاء الله انهم يتأخرون. يلا ننتظر وقت البي سويتش يخلص. ما راح اخسر الشل، ليش اخسرها؟ يلا عاد عطنا ون اب، رجعنا للعشرين. خليك طيب. طيب هذه وش السالفة؟ طيب ممتاز، المفروض في ابو صالح هنا الحين. خلنا نقول الان اوكي نايس. اوكي في ابو صالح، واضح انه في اشياء جالسة تتكسر، ابغاها تروح يسار مو كل مرة يمين. ايوه هذا اللي كنت ابغاه. يا ليل. اوكي رجعنا الون اب واحد. هو اكيد مو سهل ان الواحد يسوي مرحلة فيها ميني جيمز بالشكل ذا. لا 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 لا، كويس ما ابغاها تشتعل من الحين. لاحق على الاشتعال. لا يا الله. طب كويس اللي صار، ممتاز. خل انتبه ان لا والله ما انتبهت يا شباب، وكان النار. يا الله مرة تايم كونسيومنج هذه، فاضي ذا مرة فاضي. خلصنا من واحدة اخيرا، الظاهر ان هذه كل شيء، يعني هي واحدة بس هي اللي لازم تجيبها من هالعذاب ذا. وشو ذا بعد؟ اوكي قرف. ابيهم، ابي الون ابز يا شباب. ما ادري هل في طريقة لازم اجيب الون اب ولا لا. يا والمرحلة هذه غثيثة. طيب شوف اخش من هنا في البداية، بعد اخش من هنا، بعد اعطى حركة ابو السعادة، واحدة من هنا. لازم تسوي تشيز الزمن. طيب اوكي حبة. اوكي هذه ضيقة، فتعال لها من الجهة ذي، ومن ثم من الجهة ذي، وبعدها قول سلام عليكم. شل، هل بحتاج الشل هنا؟ يمكن لازم لحظة لازم يمكن يقصد انه لازم اتخلص من الشل. اوكي لاني لو استخدمت الشل مباراة ثانية. لازم اقتل فيها باوزر جونيور، بيبي باوزر. اوكي الضربة الثانية، الضربة الأخيرة، اخلصوا علينا. والله ما تسوى صراحة، انها اول مرحلة كذا طويلة. يلا ودع. يلا عاد عطنا عطايا، ايش دعوه من بعد هذا كله بخل مال. طيب الله يستر. اوكي الضربة الثانية، يلا الأخيرة، يرحم أمك يا البيبي باوزر. اوف
شوف البخيل، شوف البخيل، حسبي الله عليه، والله انه بخيل يا اخي، ما اعطانا ولا شيء، مرحلته مره طويله والله. بدايه سيئه، بدايه سيئه. نشوف الثانيه. ياباني سبيد رن ماريو يو. وشو ذا؟ والله ماني عارف وش نوع السبيد رن. ما راح اقول انه لطيف، ما يندرى كيف تايت هو ولا لا. ها؟ استهدي بالله. حبة حبة، ما ادري ليش توقعت انها ثابتة. ثابتة الزمن، ما هي ثابتة ابد. بس عندنا 70 ثانية يا شباب. اوكي رجعنا ل20، وهذا اهم شيء. كنا بنجيب العيد لكن ضبطت معنا الحمد لله. هنشوف الرابعة. احس المرحلة الاولى اللي لعبناها عن المرحلة الاولى في الصفعة ذي بكبرها. Find the key، سويسري وماريو 3D. الله يستر، كيف ممكن تكون Find the key؟ شكلها منهم يا شباب، شكلها من اللي ببالي بالكم. اوكي راح اقدر اني اعدي هذا كله، ما يحتاج حتى لونج جمب. كم 19 واحد اللي خلصها. اوكي توقعت انها ممكن انها تكون سوبر اكسبيرت، وبالغلط جت هنا. لحظة، استعجلت استعجلت، المفروض اني احافظ على نفس السرعة، بحاول اني اخذ الماكسيمم سبيد. كويس من اول. اوه اخذنا المفتاح. لا ليتني ما تخلصت من الكوب الموجود. يعني المفتاح في ياو. طيب دقيقة، يا الله تصدقون، يا ليتني ما تخلصت من الكوب. انا عارف اني كنت بنتكب، والله اني عارف. ناخذ المفتاح لكن نتاكد ان ناخذ الكوبه مره ثانيه، عشان راح تفيدني ضد البومبات، ونقدر نقول ان كذا خلاص. كان ممكن من المرحله هذه نجيب 23 حياه، بس اوكي. بس ما ادري ليش توقعت انه لازم ادور المفتاح من بين الفضاء. شوفوا مرحلتين كاسل ومرحلتين جراوند او جاردن. ياباني وماريو يو ستاندرد، ما هي سبيد رن. اوكي هل مخبي لنا شيء من هنا؟ اوكي قاعد اسمع صوت دامج بوست، واضح ان في غرفة بونس في عطايا. ما اتوقع ان بيمديني اوصل، مستحيل لو اوصلها بول جمب. بس عشان اوريكم ممكن في واحد ملقوف، شفتوا كيف مستحيل ندخل البايب بالطريقة اللي يبيها المصمم. تخيلوا في الاخير تطلع سبيد ران، لانها 170 ثانية بس، ما اعطانا وقت كافي، يعني ما اعطانا الماكسيمم تايم، هو اللي اختار الوقت. غلطتي غلطتي، يلا نعيد، ننتبه بس من الالسنة النارية. ممتاز نكمل طريقنا، وهذا القرش الثاني وفوق القرش الثالث. اقدر اروح هنا وفوق، يكون في بصالح هنا راح ينطلق الجاتي. طيب خلونا نكمل
بس واضح ان في جزئية تحت كاني شايف توسترات وشغلات كثيرة. تشيك بوينت. طيب شكلها المرحلة هذه اتضبطت وقت الابديت الجديد. يعني افعل بي سويتش ولا لا؟ خلونا نشوف. اخذ معي بي سويتش. طيب اوكي، واضح هنا اني لازم اعطيها وول جمب، علق على سهم يسار واعطها الانطلاقة. خلونا نشوف، قرب جنب هذول على اساس انك تقتل كذا واحدة. يلا معليش النيران، انتبه منهم. راح انتبه. جيد. اوه لحظة، في الاخير غرفة بونس كاني شفتها. هذا هي. دقيقة. اوكي. هذا اللي استحقه. اهم شيء الونبات. طيب جيد. لحظة. خيرنا بين بابين. لا. اللي تحت الله يستر ما بيفرق. اوكي 22 لطيفة صراحة. اخر مرحلة في السطر الاول يا جدعان. يلا خلونا نشوف. لازم اني اوكي لازم احصل واحد من القروش تبعت ام عشرة. طيب وش ذا؟ ليش يعني كذا بس؟ يبغالي اني ادوره. الله يستر وين ممكن راح يكون. قبل لا ادخل اي بايب خلوني بس امسح الجزء. ياو يا الهي. شوفوا بما ان بومبومات، والله انا اخاف صراحة اذا اجبروني على شيء. ما احب موضوع الاجبار، يعني اذا اجبرني على جهة معينة اني لازم اروحها اكون شاك كثير. هل راح اقدر اخذ وردة؟ البومبومات هذول ما منهم امان صراحة يا شباب. هذا واحد ودع، قاعدين يتحركون بزيادة. جيد يلا تعال لو سمحت. الضربة الاخيرة يا ابن ال... ما في شيء البايب اصلا ذا اللي هنا. بيتل. طيب كأنه كان في بايب فوق. خلونا نشوف سالفة هذا. اوكي حلوة هذه. يلا جيد لطيف جدا. اوف هذا اللي ما احبه، هذا اللي ما احبه التفقيع. خلونا في كل الحالات نقتلهم على الاقل يمكن نستفيد في الاخير. كذا ظهرنا واحد من البومبومات ودع. ما اعتقد ان عنده مفتاح ذا. عندي مفتاحين في الاخير. طب خل هذه تطيح نضمن ان الكماشات يكونون فاضيين. يعني طريقي تحت. صحيح، بس دقيقة خل اسوي لي بعد طريق خط رجعة. لازم الواحد يضمن يا شباب.
هذول الجابانيز ترى يخوفون، ما عليكم منهم، سألوني عنهم، عارفهم كويس. يعني أتوقع الوضع بيكون كويس الحين. راح أقدر أني أخش هنا من دون مشاكل؟ يو يعني لازم أخسرها هذه في الأخير. طيب شو الفايدة؟ خل أخسرها. طيب هل في شيء مخليه لي هنا؟ نايس، وعندي مفتاح في كل الحالات. بس لاحظت ان الى الحين ما جمعت او ما حصلت القرش هذا ابو عشرة، فممكن الطريق هذا كله على الفاضي. لكن خلونا نتفائل بالخير دايم. ياو يعني اللي اخترته هو الصح، يعني لو اني كملت فوق يعني كويس اني جيت عن طريق او جيت في طريق البومبوم، يعني جيد اني ما رحت من الطرق الثانية حق الاون اوف وغيره. يوم لاحظين مرحلتين كاسل، مرحلتين كذا، مرحلتين اندر جراوند او بايب. يلا نشوف بيج وورلد سبيد رن ماريو 3، ولازم ان انهي المرحلة بعد ما اقتل واحد من البيبي باوزر. ياو طيب بقدر اني اقتل بيبي باوزر كذا على طول، الا اذا حط لي، يا الله يا البط، شو الكلب البنزاي. واو انا عارف اني بطأت ام السالفة، بس كويس هذا هو البيبي باوزر هناك. ما صدق بليز وات، بيبي باوزر وابوه، هل معقولة في شي فوتناه؟ ما ادري هل كان في باور اب المفروض ناخذه وما اخذته، ترى يجوز. يعني انتم ملاحظين ان البنزاي هذا مسبب لي بريكات في حياتي. الله ياخذك يا شيخ، كنت بنقز مكان، ابغى اشوف في باور اب فوق الباب ولا لا. شفتوا الحيوان، شفتوا الحيوان. والله وصاخه والله. يا قهر، والله قهر. ترى تلقون في مفتاح هنا بعد، يمكن او في نجمة هنا. يلا خلونا ننتظر النجمة تقرب زيادة. يا الله المفروض اني ما اتأخر، بس يلا ما عليه، خلوني اندفع جهة البي سويتش وبعد انطلق على طول. اهم شيء اقتل باوزر. لا نايس، هذا اللي كنت ابيه. الظاهر ان كذا خلاص خلصنا المرحلة الجاربج ذي. شوف اللي بعدها، احنا وصلنا من زمان السطر الثاني. ليتس جو باونسي كاسل ماريو 3D. جيد كويس ان ما هي سبيد رن، بس اكيد ما راح تكون بالسهولة. ننتبه اهم شيء من القنبات. انتوا فاهمين الفكرة، الحين قنبة بس شوفوا بعدها وشو. جيد ننتبه من الصاروخ، او ننتبه له علشان هو اللي بيخلينا نرتفع. جيد. الميزة بعد بالباونسي هذه ماشروم انها
تخترق بعضها، فشيء جيد يعني. فاهمين قصدي؟ يعني لو اني نقص ما راح توقفني، ما تعتبر بلاتفورم ثابت، كأنه بلاتفورم شفاف يعني. شوفوا قاعد الله يقلعك يا ابو صالح. يعني شوف هذه ميزتها، لو انه ثابت كان خفسني الزفت ذا. راح نرجع للعالم الاساسي الحين. تشيك بوينت جودي. لا لا لا، ليش سويت باونس على الوول؟ متى ثبت على الوول اصلا؟ ليش تصير احيانا شغلات غير منطقيه؟ اوه هذول يرتفعون وينزلون بالشكل ذا، جيد. ياو طيب المفروض ان ما تكون يا ابن. طيب جيد، اللي عليه راح اسوي اهم شيء اني راح اضرب ذي الحاله وخلاص. ايش عندنا بعد؟ راح ترتفع، جيد انه ما ارتفع. لا تجيب لي ابو صالح هنا، يرحم جدك الا ابو صالح. الصواريخ هذه مشكلة كبيرة. راح احتاجها على اساس اني اسوي باونس. لا والله ما مو شرط. جيد، تكفى اعطونا عطايا، نبي عطايا يا شباب. يا اخي بخيلين والله، الناس بخيلين ما ادري ايش فيهم. لا تطمع، لا تطمع يا ابو السعادة، عادي 18 ولا 17. باقي لنا مرحلة ونخلص السطر اللي في النص. لينك ماريو ادفنتشر وصل الى الفوز، وانت لينك. جيد، بس ان شاء الله انه يكون كريم معي بزيادة. الستة ما راح تسوي شيء، هي ما راح تسوي شيء الستة يعني. ست قنباء هذه والله بتسوي اشياء يا شباب. الله الله كذا ان شاء الله افوز، اموري طيبه خلاص ما احتاج. انتبه، جيد. لا تجيب لي بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجيب لي ابو صالح اهم شيء. اذا جاني ابو صالح راح اصده كذا على طول. في سويتش يعني هو كذا ولا كذا، ما راح احتاج حسبي الله عليكم. جيد، معليش يا شباب، خلونا نشوف. ياو، هل عندنا تشيز من هنا ولا من هنا؟ تكفى ارجوك، الله يجزك بالخير. يلا عندنا باوزر فايت بالاسهم، ودي يا زفت يا بزر. خلوني اقدم، جيد. ما ادري ليش احتجت اني يا سلام يا سلام، ممتاز والله ممتاز، مرة ممتاز. 21 39 ثانية، آخر مرحلة في السطر الثاني. بريك ثرو باونس سبيد ران كانت. طيب جيد، بس ما يندرى كيف راح تكون يعني. البداية كانت كذا، يب المفروض من هنا راح نطيح، بس ليتني اخذت اللي داخل. خلونا نرجع، اكيد ليتني اخذت اللي داخل. العطايا يا شباب، يلا جيد. الحين وش نسوي؟ المفروض
اوكي نجيب ابو صالح هو اللي راح يدفعها. يلا تعال يا زفت. بس هذا اللي قدرت تسويه؟ جيد ممتاز. معليش نرجع يا شباب، خلونا نشوف هذه وين راح توديني اصلا. ايش دعوة؟ طب جيد خلونا ننتبه. واضح انه راح يدف، راح يدف في المدفع. اوكي ايش فايدة الريست دور اجل؟ اوكي فجأة فهيت. جيد ايش عندي هنا؟ الفاير فلاور، يعني فكرتها جديدة بس ما هي ممتعة صراحة. طيب وش هذا كله؟ واو يعني اوكي واضح انه طلقة، والطلقة راح تدف، يعني كل قنبلة راح تندف بالشكل ذا. اوه عشان كذا حاط لي ريست دور، المفروض انه يكون سريع. اهم شيء اني ما افجرها هنا حولي على اساس ما اتورط، يعني ما هي صعبه بس حسيتها مشوار. والله لو سمحت بحاول اني اكون سريع لان كل وحده تدف الثانيه. اوكي يا زفته. يلا نفس الشيء، المفروض ان نتثبت هنا يعني. ما ادري ايش اللي خلاني انطلق هناك. الباونس هو مو اني انطلقت، الظاهر هو سوالي باونس يعني. جيد. يا خساره. نعوضها، باقي لنا قرشين و الله ما يندرى يا شباب. طيب يلا خلي ابو صالح يقرب في اللحظة المناسبة ينزل. يلا انزل. جيد. هو مطارق يا زفت. عندي ستوك لا نهائي. طيب راضي مرة. جيد. يلا بالغلط اقول شو السالفة، اختفى ابو صالح. يلا نزلني لو سمحت الفاير فلاور الحين. بس اوكي جيد. كيف؟ اوكي بالشكل ذا، بالشكل ذا لازم اسوي كراوتش وانتظر اللحظة المناسبة. يا سلام، والله ما ادري كيف كذا، شلون بلمسة واحدة. جريندايزر ذا مو ابو صالح. طيب جيد انقز منه على طول لان ما منه امان. اوكي شوف هذه ترى تريكي، هذه لازم اخلي ابو صالح اول شيء يعصدها وبعدها ينزلني. بس انا جالس اشوف في عطايا هنا بعد. طيب جيد. يلا ينزلون اثنينهم. هذه كيف بنجيبها اساسا؟ اوكي فهمت. دقيقة. الله. يلا الحين نرجع. ليه اخلص علينا يا عمي انت مرحلتك. وش ذا؟ اوكي باونس. طيب ما ادري ليش حاط لي التشيك بوينت الثانية. مراحل طويلة والله. 21 دامنا احنا فوق ال 20 فحنا في السيف سايد يا شباب. يلا نشوف اللي بعدها. وصلنا السطر الثالث. نقول بسم الله. شوف ايش عندنا الحين. ذا كولد ماجيك كوبا، كهف
السحرة. واضح اني لازم اقتل كثير. كم؟ 3. يلا اهبطوا بسلام. مشروم دائما العطايا حلوة. ايه الله يستر، شكلي فاهم ايش يبي. والله شكلي فاهم يا شباب وش يبي. افتح لي افتح لي الطريق بس. يلا اوف، لا 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 لا، استهدي بالله. طيب اوكي، احنا قتلنا واحد منهم. ما ادري اساسا اذا الا اوكي ما ادري اذا القروش شرط ولا لا، يعني راح احتاجها. هو معطيني شرط اني لازم اقتل 3 من ماجيك كوبا، بس ما يندرى عنهم صراحة هذول. خلونا نشوف ايش في فوق اصلا. في عندي القرش الثالث، جلس اشوف انه في كوبا. خل اخذ الشل تبعت احتياط بعد، زين اني راح اقدر اكسر ذا. ما اعتقد اني راح الا كويس. خلي يودع. والله طمعت صراحة، راح اطمع مرة ثانية. يوه ما في لاني اخليهم يطيحون. يلا طيحوا كويس، ان شاء الله ما يمدي يطلعون مرة ثانية صراحة. جيد. اوه يعني فهمتوا انتوا شو السالفة، في الاخير القروش مهمة يعني، ما هي تسليكية. احنا شفنا ايش في شغلة في وش الشغلة اللي كانت موجودة تحت. اوه هذه في الاخير طلعت طيحة، كويس اني ما تهورت وطحت. طيب وين باقي بعد ما رحنا؟ وات، استهدي بالله يا ابو السعادة. اوكي شفت القرش الثالث او القرش الاخير، اي ثالث، بس كأني شفت مكان كان او كان ممكن ناخذ منه قروش. ما ادري وين كان بالضبط، بس متأكد انه في مكان. خلنا نبتعد عن الكوبة هذه. يا عمي روح لها من الجهة ذي سيف ولا تتفلسف. ما عندي باور اب الحين، مو زي قبل شوية درعم واموري حلوة. ولا ابي الصدفة حقتك الله الغني. يلا انزلوا. اتوقع اني راح نلقى الكوبة الاخيرة هنا يعني. وات، جيد. اوكي هذه الكوبة الاخيرة اساسا، بس راح نحتاج، يا الله بعد ما هي مشروطة المرحلة، يعني لازم اعيد هذا كله. يلا خلونا نقتل الماجيك كوبا على طول، يعور راسنا. وهذه بعد نفس الكلام. اوه مع اني كنت عندها على طول، بس غريب انه ما انحسب. يلا الاخيرة. راح نرجع 21 الا اذا اوكي ممكن نصير 22. ما فيش حاجة من هنا ولا من هنا يا عمي. رايز كم باقي لنا؟ ثاني مرحلة في السطر الثالث. خلونا نشوف. Think outside the box. اوكي مرحلة بازل ماريو 3D. ها؟ يب. اوه وات، كيف افكر برا الصندوق؟ انا جالس استنى برا الصندوق، احس راح انتظر كل هالاشياء. يعني هذا اللي جالس اشوفه. اوكي ما توقعت صراحه انه يد.
زفت يا ابو صالح، خرشتني. الله اكبر الله اكبر. خلونا نشوف. يا ساتر. جيد. كنا قاعد يرتفع. ما ادري ليش جاء في بالي نفس الشرط حق المرحله السابقه. اوكي، راح اكون في امام فوق البوكسات هذه، بس ما بعتمد على هالشيء الحالة ابو صالح. كويس انه ثبت هنا. جيد. وش عندنا هنا اصلا؟ يعني كانت شغلات لليوم الاسود على قولتهم. خل احتفظ بالكوبا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيكم؟ بسم الله. اوكي، فهمت الفكرة. طيب اوكي، معروف معروف الحل. ممتاز، اخش الباب. طيب احط بالي على، يلا تعال قرب بسرعة قبل. شوفوا كيف البوكسات هي اللي راح تكون الفزعة. خلاص كفاية. كويس، خلاص جيد. يلا يلا تعال تعال. كان صبرت شوية زفت. يلا يلا ابو صالح، يلا ابو صالح، حي ابو صالح. كويس. اتوقع اني راح ارجع للعالم الثاني الحين. خليك سريع. نايس، الله، 23 حياة يا شباب. هو هو كويس. والله المراحل صراحة ما هي حلوة، يعني ما صادفنا مراحل ممتعة في الرن أبد أو في الصفحة أبد. يلا نتأمل. Rhythmic jump in the sky. أوكي، واضح إنها قفزات. أوف أوف أوف. أوكي، لازم يكون عندك رثم ثابت. بس ان شاء الله ما تكون مفقعة. يا الله. طيب جيد، ما ادري ليش اعطاني كوبا هنا. اخربها والله يا شباب. لا لا لا، ما اتوقع اخربها. والله سريع مرة. يا الله، مشكلة ان والله لو مخربها احسن. والله صراحة هذه حظ حظ، يعني واضح انها حظ رائع مرة، يعني لان ما في شيء معين اشوفه. يلا جيد. يعني حسيت اني كنت كويس، شفتوا كيف اقدر اني انقز من فوق واعدي هذا كله، لكن الفكرة النار كيف راح تكون؟ طيب جيد، حلو حلو حلو، ممتاز. اوكي، هذه نفس الفكرة بس انها، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يبغالها السرعة الفلكية. جيد، شكلها نفس الكلام. اوف اوف اوف، هذه السرعة الحنبلوشية شكلها. كويس. طيب ننتظر اللحظة المناسبة الآن. اوه يا زفت. الآن الآن، يا سلام. جيد. لا لا تقولي اللي في بالي ارجوك. اوكي خليك هنا. يا الله.
المشكلة مرة كان ودي أشوف وشو موجود هنا، وتصدقون لو أني طيحت بومبوم مرة واحدة راح يكون الوضع ممتاز. لو أني طيحته مرة واحدة ممكن يتسكر عليه الأون أوف، وبالتالي راح يكون وضعنا جدا ممتاز يا شباب. طيب جيد، هذه السيف زون حقتنا. يا زفت والله انك زفت يا البومبوم. يلا طيح. اوه ما طاح في مكان حلو، بس ما يهم. جيد. بعد اوكي ما يحتاج، عندنا 3 من الون اب. رجعنا لل 23 مرة ثانية. يمكن هذه افضل، لا افضل واحدة ولا شيء. جالس اتذكر اللي في البداية او الشغلات اللي صادفتنا في البداية، وعادي يعني مو عشان كم جزئية خليتها حلوة. باقي لنا 3 مراحل. يلا اخويانا اللي يعرفون فرنسي. وات؟ طيب دقيقة، راح اقدر. الله يستر، المشكلة مو قاعد اشوف وشو في فوق، بس واضح او واضحة كمية. اوكي جيد. يوه البطارية، ابغالي اشحن اليد. اعتذر على العطل او العطل، اي عطل. نايس. يلا بعد المرحلة هذه، ايش اللي خلاني اروح جهة الجدار؟ ما ادري ليش، كان المفروض اني اشوف على الاقل، ودي اشوف. اوكي اللي فهمته انه بس ما فهمت شيء، خسرت منا روح. قهر والله قهر. اللي قبل الاخيرة اتوقع. سكاي داش مرحلة سبيد رن، لازم افوز لما القط 37. اوكي اوف كلهم بعد. شوف واضح انه لازم اثق بالمصمم، ليش ما ادري، بس لازم اثق بالمصمم وما اوقف ولا ثانية، هذا اللي باين. بام بام بو كانت. اوه والله يا شباب ما ادري شو السالفة، والله ما ادري انه في الثانية الصفر، وما ادري انه ذا الفوز. حاط في بالي اني بطيح، اني بنزل تحت. طيب وصلنا للمرحلة الاخيرة. بسم الله. ثيمد. يا الهي، فوز لما تقتل باوزر. وات 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 وات. اوكي هذا باوزر اللي قتلناه، بس وش النار هذه اللي تخرشت اهلي؟ بام بام بو. بس هذه المرحلة بس كذا جاء ضيع منا روح وخلص. ما حسيت كذا، ما جاني اي شعور كذا جيد. المهم احنا خلصنا الصفحة الثانية. والله ما خليها بخاطركم. لا بعد باوزر او مياوزر. طيب يلا خلونا نشوف. انا ملاحظ انه دقيقة، لاحظتوا حتى الحلقة اللي طافت يوم لعبنا المرحلة الاضافية كان الوضع بالشكل ذا بالضبط. جيد. واو. اوكي. تيت تيت تيت. بسم الله الرحمن الرحيم، استهدي بالله ولا تجيع في السنيك بلوك الطويلة. شوفوا وين جاه. يا ابو الشباب. مرحلة اضافية ترى عشان الشعب، يعني عشان اللي يبي يتفرج، يعني مو تعرق علينا في الرن. يعني وانا على اساس اني ابغى احصل
أرواح زيادة، بس والله توتر شوي. زيد القطة. أوه لحظة، كويس إني ما الله يا أخي كيف يا أوف. طيب خلونا نشوف. ممتاز، ما ادري وشو في فوق بس انه جيد. قطة، والله القطط قطط مش قطة واحدة. اوكي واضح انه مو لازم اقتله. اتصدقون خلوني اقتله من الحين واريح راسي، بس لو بقتله بالقطة بقعد سنة. خلوني اشوفكم بعد ما اقتله. طيب يا شباب ملاحظين النار جلست ترتفع في الاخير، يعني كل انتظاري هذا وفي الاخير ما قتلته، جالس يلفلف 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 ما وقف، والله ما وقف. شغل لي التيربو حسبي الله عليه. لا ما اصدق، اما في الاخير طلع اني كنت اقدر، كان في باوات في الاخير. يا الله القهر، يلا اخلص علينا اخلص. يا الله والله انها شخصية نرفز. المشكلة انه هو في البعد الثالث، شوفوا ما راح اقدر اقتله يعني. اخيرا يلا يلا يا الباو، الله ياخذك يا شيخ. 60 داهية، في 60 داهية. وش لا 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 لا، حتى ما قال لي وين اروح. بايب قدامي، يعني ارجع ولا اكمل ما ادري. طيب خلونا نفترض ان الباشا يبيني اخش البايب، يعني خلوني افترض كذا من راسي. والله تصدقون لو اني انتهيت من الصفحة الثانية وخلاص كان افضل، على الاقل يعني ننتهي وحنا مبسوطين. يعني اسمع الصوت. فإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا وانبسطتوا. والله للأسف بالنسبة لي اشوف ان الصفحة كانت جدا سيئة، وأول مرحلة في الصفحة الثالثة بعد ما كانت كويسة، لكن نتأمل دائما في الجاي، نقول إن الجاي دائما يكون أفضل. فإن شاء الله نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.